نحن نبض زو مكايل، عنا مشروع كامل. رح نزيد عدد الشرطة البلدية ونزرع كاميرات المراقبة وين ما كان، ونشتغل على خطة أمنية بتناسب الوضع. بدنا نتابع الاتفاقية بين البلدية وكهرباء لبنان لتخفيف التلوث. رح نستبدل الموترات الملوثة بطرق جديدة لتوليد الطاقة. عدة محطات تكرير لمي الصرف الصحي رح تنخلق لما يتلوث شط البحر. مع الأخصائيين رح نحل مشكلة النفايات ونسعى للتدوير من المصدر ونزيد التجيير والمساحات الخضراء. بدنا نشتغل على حل مشكلة السير بطريقة علمية، ونشجع الناس على المشي والبيسيكلات، ونوصل الأرصفة ببعضها ونحسن الإنارة، ونجمل واجهات البنايات. مشروعنا تأسيس مجلس بلدي للشباب من 18 ل 25 سنة، ونادي ترفيهي لكبار السن، ومستشفى حكومي، مركز رعاية صحية، مركز تدريب تقني، تطوير المدرسة الرسمية ومكننة البلدية. أهم شيء نحافظ على العلاقات والتوأمات مع المدن العالمية. همنا مكافحة الإدمان وتنظيم وضع اللاجئين وتأسيس مكتب توظيف لتأمين فرص عمل جديدة. رح نرجع النبض للسوق العتيق، لمتحف أبو شبكي، أظان والنول، وننظم أحلى المشاريع السياحية والرياضية بالمدرج الروماني ومجمع نهاد نوفل. نحن نبض زو مكايل.